السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التخلص من الكرش في يومين فقط. عليك تناول مصادر الألياف القابلة للذوبان في الماء وتعزز بدورها من فقدان الوزن. عليك تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون مثل البيتزا، الجبن، الأمور هذه والوجبات السريعة. وتقليل مستويات التوتر التي ترفع من مستوى الكورتيزول في الجسم، فبالتالي تقلل من عملية الأيض في جسم الإنسان، فبالتالي عدم حرق الدهون والسعرات الحرارية، والابتعاد على الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر، والاعتدال في استهلاك المصادر الصحية مثل العسل، ممارسة التمارين الرياضية المختلفة، والتخفيف من الشويات، الخبز والأمور هذه التي تحتوي على الكربوهيدرات، والإكثار من تناول الفاكهة، والحصول على قسط كافي من النوم يساعد على حرق الدهون. وأيضا عليك تجنب تناول وشرب المشروبات الغازية، والأكثر من تناول الأسماك الدهنية، والابتعاد عن التدخين، فهو يساعد في رفع نسبة الدهون في الجسم حسب ما أقرت الأبحاث في الأبحاث الجديدة لعام 2020. وإضافة خل التفاح على وصفات الطعام المختلفة الذي يمكن يعمل على خفض مستوى الشهية، وشرب الماء قبل الوجبة بنصف ساعة تقريبا، وأيضا استخدام صحن أصغر وعدم التناول أمام التلفاز. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.